أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعرف على قواعد التصميم الأساسية، واللي هي التقارب، المحاذاة، التكرارية، والتباين. أولا التقارب. عادة ما التقارب يحول الأشكال العشوائية إلى أشكال ذات معنى. مثلا هذه الدائرة وهذه الخطين موضوعان بشكل عشوائي. لو عملنا تقارب لهذه الخطين راح نلاحظ أنه أصبح عندنا علامة إيقاف الفيديو، وطبعا التقارب حول الشكل العشوائي إلى شكل ذا معنى. نأخذ مثال حقيقي، عندنا هذا البزنس كارت. إذا لاحظ أنه في هذه المنطقة عندنا السوشيال ميديا موضوعة بشكل متقارب، وهنا طبعا موضوعة بشكل عشوائي. طبعا في هذا الجزء مع التقارب يكون التصميم أكثر احترافي. الجزء الثاني اللي هو المحاذاة. المحاذاة أيضا تعطي احترافية للتصميم. مثل ما نلاحظ هنا عندنا هذه الخطوط مع هذا الخط موضوعة بشكل عشوائي وغير موزونة. لو كان عندنا محاذاة، مثل ما نلاحظ محاذاة إلى اليسار، راح تتحول الأشكال العشوائية إلى شكل يسهل النظر إليه ويسهل حفظه بالمحاذاة. نأخذ مثال، بهذا الكارت تم وضع السوشيال ميديا بشكل محاذاة إلى اليمين، وطبعا بهذا الكارت تم وضع السوشيال ميديا بشكل عشوائي. إذا لاحظ أن المحاذاة تضيف احترافية إلى التصميم. ثالثا التكرارية. التكرارية تجعل التصميم أكثر اتزانا. مثلا مثل ما نلاحظ عندنا هذا الجزئين، في هذا الجزء عندنا هذه الدوائر موضوعة بشكل متكرر وبنفس الشكل، وفي هذا الجزء عندنا هنا الأشكال مختلفة. طبعا يصعب النظر ويصعب التركيز إلى هذا الجزء بعكس هذا الجزء اللي هو موضوع بشكل تكراري. نلاحظ كمثال عندنا هذا البزنس كارت، السوشيال ميديا موضوعة بشكل تكراري بنفس الشكل، كلها دوائر، وطبعا يسهل قراءتها ويسهل التركيز عليها. إذا لاحظ هنا بالأسفل عندنا السوشيال ميديا موضوعة بشكل عشوائي، مربع وشكل خماسي ودائرة، وطبعا راح يكون تشتيت بالنظر. رابعا التباين. التباين يضيف التفاصيل الدقيقة والهيكل الرئيسي إلى التصميم. مثل ما لاحظ عندنا هنا مجموعة من النقاط، وهذه النقاط كلها متشابهة بنفس الشكل وبنفس الحجم، وبالتالي ما راح تركز العين على جزء معين. طبعا لو كبرنا هذه النقطة راح نجبر العين على النظر لمكان معين، وبالتالي نقدر نوجه نظر المشاهد للشيء المهم بالتصميم. ناخذ مثال، عندنا بهذا البزنس كارت اذا لاحظ بالجزء بالاعلى اكو تباين، هذا الاسم بخط كبير، هنا بخط اقل، وهنا طبعا بخط اقل ايضا. اذا لاحظ هنا كل النصوص بنفس الحجم وبنفس الشكل، بالتالي هنا عندنا النظر موزع، اول ما واحد ينظر على الاسم ومن ثم الصفة ومن ثم السوشيال ميديا او الصورة، هنا النظر متشتت، وبالتالي لا يمكن اجبار المشاهد على شيء معين، وخصوصا اذا كان هذا الشيء مهم بالقراءة. طبعا قواعد التصميم الاساسية التقارب والمحاذاة والتكرارية والتباين مهمة جدا بالتصميم، وضروري نحسب حسابها وناخذها بنظر الاعتبار، لان راح تحول تصميمنا من اساسي الى احترافي ومتقن.